سلطه فتوش بتتعمل ازاي؟ كزبره ايوه، طماطم ايوه، اربع لمونات ايوه، فلفل حار، فلفل حلو ايوه، طماطمتين ايوه، حطوا على بعض قلب ايوه، ونضربه في الخلاط ايوه، وسبع فصوص توم وانت تقطعها ايوه، وكمون وفلفل وكزبره وانت تقطعها. دي سلطه ايه يا هي؟ فتوش فتشوكي، فتوش المنقوش ان شاء الله يفتشوكي. على فكره احنا بنعمل علشان بقى بنعمل ايه يا اولاد؟ دي يا محمود كبسه، دي كبسه بنعمل لها السلطه بتاعتها، كبسه سعوديه اصليه. هات يا محمود هنا كده، الرز جرب يستوي واللحمه جربت تستوي كل حاجه اهي. خدي يا ماما دي الكبسه يا جماعه. بصوا بقى انا خرجت الثلاث حبات طماطم، قرنين فلفل، سبوتي كزبره، الليمون هقطعه اهو من الثوم اهو. الثوم اهو. خمس لمونات، اربع لمونات على قد ما تقدر. والله والله زينه، والله والله اعطيك العافيه والله. واحده بس كمان مره. ما تفكش كمان. لا خدت هدية. رمضان كفايه. ايه رمضان؟ ايه يا الله يعطيكم العافيه، الله الله يعطيكم العافيه. كده انت اخويا محمود بيتحول خليجي. حياكم الله والله، حياكم الله بالخير والصحه والعافيه، حياكم الله. بقى يعملوها ناشفه، بتعملوها اسمه ده توم زينا كده. السلطه والميه دي زمان كانوا بيسموها ايه؟
ويسكي ودلوقتي ويسكي اساس النص دي ما فيش يعملوها بيعملوها نش لا في ناس بتعملها تطلبيها انت يوم اللي احنا بنحب نفطر بها في الطعميه لا ده عشان يبقى ليه طعم يقاي خليه حتة ده يبقى مبسوط قوي زي ما يكون ايه عجين خلي حتة تقطع شغل هبل ارفع الشكل فوق قوي قوي وريهم وريهم انت عامل زي ما كنا حوله ودوره ودوره انا واثقه في نفسي انا جمر انا ماسكه في انا بتنام وماسكه في نفسي انت ايه انا جمر قولي انا بتنام بتنام كده ليه جمر قولي انا بتنام وماسكه في نفسي انا بتنام وماسكه في نفسي انا ايه انا جمر وماسكه في نفسي هي جمر وماسكه في نفسي حاسه بس تكسر الطاقه اه اهو ما نفض الله ماشي دي كده عمرها خير ايوه انا قصدي كان كده انا مش عارفه ليه حاسه انه مربى دايبه هو كده الفلفل الحلو كده ده انت عارفه الكيلو بكام؟ تخيل الكيلو بكام؟ ب 100 جنيه هو سعره كده هسيب لك بيشيل مرض السكري ويشيل السرطان ده مسكر يا ما هو اسمه فلفل سكري عشان كده بتحط على الشوكه والله انا وما بتعملوا كلش بنحب نجيبه فاكره ابدا بنحط على الحب عشان نشتريه كلش بنحب نشتريه ناخد اي حاجه تانية غير الا دي اشوفه يتجمع قدام عيني كده ما بحبش اشتريه ده بيتخلط على الكريم واقول عليه قرف ولا كنت بقول عليه قرف وحش هي الناس بتاكله ازاي؟ تاكله ده البنت الزمان كان بتاكله المره اللي فاتت تحس ان هي طعم الفلفل اللي انت متعوده عليه بس عليه سكر صلاه النبي انت ما بتحبوش بس في غيرك بيعشقه بيعشقه مفيش حاجه اسمها فلفل اسود اصفر او احمر اما ايه بيعمل ايه بقى بيظبط السكر بيظبط الضغط يظبط لو فيه ولا عايزه بالله سرطان ولا حاجه بيخفضه شويه ما بيظبطش النفسيه ما هو انت ده كله ايه ده كله نفسي يا يا جماعه ده كله نفسي انت طماطم تخينه كده هي كده ان كان عادي هو انت معنى الواحد يجيله الضغط والسكر والقهر والحزن ده من ايه؟ من نفسيه فهو يعتبر بيعمل ايه؟ بيظبط النفسيه دوق فص التوم يا بنت عشان نفسها تتظبط يلا يلا يا بنت دوق فص التوم لا دول بقى يضبطوا النفس بتاعتي دي ما تعرفيش الشوت الشباب ده بيعملوا ايه يشيلوا الكحه يشيلوا كل حاجه كل حاجه كل حاجه يظبطوا الدنيا بس كده ويبدا يبوظ الدنيا المهم انت سالت عن الشوت هنا ده كفايه عشان تصادق الفجوش ولا فتوش فتوش احنا حاطين عليها كتير قوي نار اللي هاكلها هيعيش مصافي ما هي فتوش بتبقى كده عشان تعرف نار 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 البق مولع من غير والله هات راسته من هنا مره نار بنصور بنصور سيب دي اكتب قدامك اهو الشيشه طالع في راسك اهو شباك صحيح ايه ايه شطه شطه ايه شطه ايه دي معناها ايه شطه بطة بطة شطه بطة ايه كمون فلفل اللي ياكل بقى صادق يقولي تسلم ايدك يا ست اميره يا قمر يا قمر تفتكري حاجات تعملي مين؟ هات يا قمر استوي يا تسلم ايدك يا قمر يا بنتي ده على حالك يا بنتي اهدي اهدي على حالك يا بنتي انت مالك مالك اهدي مش كده ما هو مين بيدي حاجات تعملها دلوقتي؟ ابوك انت يا قمر ابوك انت
فتوش